ايه سبب الاحتجاج من فنانين وعاملين؟ هو اعتصام مفتوح مش وقفة احتجاجية، لأن الوقفة الاحتجاجية بيبقى محدد لها وقت بداية ونهاية. لا، اعتصام مفتوح نتيجة اليأس الشديد لجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح بسبب حرمانهم من حافز 200% وحافز الحد الأدنى للأجور والتطبيق التطبيق السطحي لقرار مجلس الوزراء وقرار وزارة المالية بالحد الأدنى للأجور. هم طبقوا الزيادات الواردة في الجدول بدون تطبيق حافز 400%. حافز 400% وزارة المالية ورئيس مجلس الوزراء أقروا لجميع العاملين بالدولة، وجميع العاملين بالدولة بيصرفوا معدل بيت الفن للمسرح اعتبارا من 1/7/2011 لغاية دلوقتي. وللأسف الشديد عرفنا بالمستندات أن وزارة المالية بتورد هذا المبلغ للبيت الفني للمسرح من شهر يوليو سنة 2011 لحد دلوقتي، ومحدش فينا قبضه ومش عارفين الفلوس دي راحت فين ولا مين اللي قبضها ولا بتتصرف. طب حضرتك ما سألتوش ليه مسؤول البيت الفني للمسرح؟ سألنا كتير وقعدنا كتير وقدمنا الطلبات وعملوا معانا جلسات ولجان ولجنة تطلع من بطن لجنة لحد ما وصلنا للسيد الدكتور رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وراح محولنا للمستشار القانوني لمكتب الوزير، وأقر المستشار القانوني لمكتب الوزير بقى حقيتنا وأمر وشكل لجنة علشان تنفذ كل المطالب القانونية. وللأسف الشديد راح حضرتهم شكل لجنة تانية خالص هي عبارة عن السادة الموظفين اللي منعين هذه الحقوق، فأصبحوا هم الخصم وهم الحكم في نفس الوقت. عشان كده احنا اعترضنا على اللجنة، ومفيش قدامنا الا الاعتصام، واحنا مش بتوع اعتصامات ولا حاجة، لكن للأسف الشديد الإدارة أجبرتنا على هذا الاعتصام علشان بنطالب بحقوق مدخولة بالقانون وبالقرارات الوزارية. عايزين ايه تاني؟ هو حضرتك تتوقع ان وزير الثقافه يوافق او يطلع منه او يقول حاجه بتصريح مش من صلاحيات السيد وزير الثقافه انه يرفض تطبيق قرار للسيد رئيس مجلس الوزراء ولا للسيد وزير الماليه، لان ده الحد الادنى للاجور لجميع العاملين بالدوله بكل درجاتهم وتخصصاتهم. بس حضرتك بتقول ان هو من فتره ان هو ما بيصرف حقيقي للبيت الفني للمسرح، يعني استاذ فتوح الماليه بتبعت السلفه للبيت الفني للمسرح بهذا المبلغ المخصص لهذا الغرض، ما بيتصرفش في هذا الغرض. عايزين نعرف بيتصرف فين وفين فلوسنا من 1/7/2011 لحد النهارده، وجايين دلوقتي امن الوزاره قفل الباب في وشنا واحنا مبلغين بالاعتصام ومبلغين الاختيارات الرسميه ومتخذين كافه الاجراءات القانونيه طبقا لقانون التظاهرات وقانون الوقفات الاحتجاجيه اللي صدر حديثا، ومستكملين كافه اشكالنا القانونيه، ومع ذلك الامن بيتحرك رش بإحدى الزميلات، وطلع الأستاذ محمد مدير مكتب السيد وزير الثقافة وشتمنا وقال انتوا تترموا بره. احنا فنانين مصر، احنا فنانين مصر، موظف عند الوزير بيقول لنا تترموا بره علشان بنطالب بحقوقنا اللي كفلها لنا القانون والقرارات الوزارية. عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه تاني؟ احنا مش عارفين نعمل ايه بدون اي مفاوضات مع الوزير حتى او حد من مكتبه. اتفاوضنا يا فندم مع كل الجهات، بقالنا سنه بنقعد في لجان. هذا الاعتصام هو الورقه الاخيره، هذا الاعتصام هو نتيجه الياس الشديد. احنا قررنا، احنا مش بادئين بالاعتصام، احنا انتهى المشوار بهذا الاعتصام. للاسف الشديد هو تسويف وتاجيل، وكل واحد بيقر هذا الحق ابتداء من السيد المراقب المالي للبيت الفني للمسرح، المراقب المالي لقطاع شؤون الانتاج الثقافي، وهم مطبقين هذه الحقوق في مكتب رئيس قطاع شؤون الانتاج الثقافي وما طبقهاش عندنا. ليه؟ ما نعرف، مش فاهمين ايه المصلحة من حرمان موظف من مستحقاته في ظل ظروف يعلم بها ربنا. ليه؟ هادي مكرم، فنان اول في البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية. انا جاي هنا الوقفة متضامن مع زملاتي هيئة المسرح البيت الفني للمسرح. احنا كفنانين مش واخدين حقوقنا المالية، المفروض في ورق بيثبت ان احنا 400%. للأسف الإداريين هم اللي عاملين لجنة في البيت الفني للمسرح وبتقول كلام ان الفنانين جايين ياخدوا مصالحهم الشخصية. احنا عايزين نساوى قطاع الأوبرا، وان
الفنانين اللي في الانتاج الثقافي في وزاره الثقافه اللي زينا اللي بيشتغلوا في الاوبرا، والموظفين برضو الفنانين اللي بيشتغلوا في مبنى الاذاعه والتلفزيون. احنا حضرتك اقل من وزاره واقل ناس، معانينا اكاديميين ودارسين، سواء في البيت الفني المسرح او في البيت الفني للفنون الشعبيه والاستعراضيه. طب حضرتك ما دخلتوش دلوقتي وتفاوضتوا حتى مع وزير الثقافه او الناس من مكتبه؟ انا دخلت، انا اخذوا مننا اثنين بس جوه، في اثنين بيتفاوضوا مع الاستاذ خالد عبد الجليل. اما احنا في منا زمايلنا ستات مدير المكتب وناس من جوه اتكلمونا بشكل غير لائق خالص، وقالوا الفاظ لا تليق يعني، وقالوا لنا اترموا بره، موظفين وزاره الثقافه اترموا بره، اعملوا بره العك بتاعكم يعني، اترموا بره. دي حضرتك انا حاسس بهانه ان انا موظف وزاره الثقافه وجاي اخش للوزير بتاعي ومرمي بره الوزاره اساسا واترموا بره. حضرتك تتوقع ان وزير الثقافه يعني يستقبل الرد؟ اتوقع ان احنا يبقى في عداله اجتماعيه وناخد حقوقنا كفنانين بما يليق بالفنان. احنا حضرتك الاداريين بياخدوا اعلى مننا بمراحل وبياخدوا مكافآت غريبه، مع ان الفنان هو عماد هيئه المسرح المفروض ياخده. يعني انت تتوقع ان رئيس وزير الثقافه انه ممكن يستبد ممكن يبت في هذا الامر؟ والله يعني يا اما دي احنا انا وزير الثقافه المفروض يحس يعني ما عندوش كرامه لو احنا قاعدين واقفين بره كده واترموا بره، يبقى وزير ثقافه ازاي يعني؟ يترموا بره ازاي؟ وايه طلباتكم بالنسبه للبيت الفني؟ والله الثقافه الواقفه، وطبعا الواقفه بيضم الفنانين البيت الفني المسرح، لان احنا مش حاصلين على حقوقنا كامله، والمفروض ان احنا توعدنا ان يبقى في حد ادنى للحقوق، ده ما تمش بشكل اللي هو المفروض يكون عليه، ومفروض في 400% كانت بتطبق علينا ما اتطبقتش لحد دلوقتي. فاحنا حقنا، والمفروض ان احنا وزاره راقيه يعني، المفروض حق الفنان المصري، لان الفنان المصري ده يعتبر رمز من رموز الشعب المصري، وبعدين احنا بنقدم رساله لشعبنا ان احنا بنحب وحده من الشعب المصري. للاسف مش الفنان المصري بس اللي حقه مقبول، ده كل شعب مصر حقه مقبول. على قد ما انا سمعت ان بيقولوا ان في البيت الاجور بتنزل بالفعل، بس حضراتكم مش بتستحقوا هذه الاجور، يعني مش بتاخدوا هذه الاجور على قد ما هي بتنزل في البيت الفني بالفعل. ما نستحقش بمعنى ايه بقى؟ ان حضرتك مش بتنزل، انتوا مش بتستلموا الاجور ديت على قد ما هي بتنزل اوريدي للبيت الفني الاستاذ فتوح. المفروض نسال مين بقى؟ فانا بسال حضرتك ليه ما اتجهتوش وسالتوا استاذ فتوح بدل ما جيتوا لوزاره الثقافه وسالتوا؟ لا 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 معلش، احنا كلمنا رئيس البيت الفني المسرح الاستاذ فتوح احمد، كلمناه واكثر من مره وقفنا اكثر من وقفه، ووعد بحاجات كتير، ولحد دلوقتي للاسف زي ما بيحصل في البلد اي وعود ما تطبقش كما هي. فللاسف ما احنا عاملين على فكره تضرر، احنا ما بنردش على طول، لا احنا ما بنتخضش حد، احنا بنتكلم الاول مع رئيس البيت الفني المسرح، رئيس القطاع الثقافي، وبعدين بنرجع للوزير، وكمان مش الوزير كمان لو اعلى من كده عن صعاده، لان احنا المفروض ناخد حقوقنا، احنا حقوقنا حق الفنان المصري مهدور 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 يعني، والا ما كناش يعني ايه اللي هيخلينا لو احنا حصينا حقوقنا فعلا كما هي، ايه اللي هيخلينا نعمل وصمات يعني، احنا فنانين يعني. وحاليا في تفويض في حد جوه نيابه عنكم بيفوض جوه بينه وبين الثقافه؟ احنا كلنا مجتمعين، ما فيش، المفروض رئيس البيت الفني المسرح المفروض بيقول انه موجود، انا طبعا لسه جاي مش عارفه ايه الموضوع، بس المفروض ان احنا كلنا ما حدش، احنا مش مفوضين حد ينوب عنا، احنا كلنا فنانين، فنانين البيت الفني المسرح بنتجمع هنا على اساس ان احنا بنطالب حقوقنا، ويا رب يا رب يستجيبوا، لان احنا تعبنا. حضرتك ايه متطلباتكم بالنسبه للوقفه الاحتجاجيه؟ بصراحه احنا كلنا جايين الوقفه دي عشان خاطر ان في تقريبا خطا ما في المرتبات بتاعتنا، مرتبات وزاره الثقافه اللي هي خاصه بالفنانين، يعني انا ما اعرفش هما بيقولوا في خطا في مرتبات. وانا بس عاوزاها يعني، احنا فنانين وكده، بس احنا ما بناخدش الارقام اللي انتوا بتسمعوها دي خالص. احنا غلابه قوي، وده حقي يعني، حقي ان انا موظفه في الدوله، يعني على الاقل ان انا اخد مرتبي كامل يعني. والحقيقي وزير الثقافه رفض ان هو يقابلكم او حتى يتفاوض معاكم؟ هو بصراحه انا بس هو مشكلتي مش مع وزير الثقافه، لان في زمايلي جوه معاه، فبالتالي احنا في جوه ناس بتنوب عننا،
يعني لا هو انا مشكلتي بس هو بس من 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 حد من السكيورتي اتعامل معانا باسلوب مش كويس بس مش مع وزير الثقافه بالعكس هو في حد معاه جوه من زمايلنا يعني. هل تتوقعين وزير الثقافة يستجيب لدعواتكم ويستجيب ان هو الأجور اللي انتوا تطلبونها؟ بصراحة انا عارفة ان هو انسان محترم وكده واكيد هيستجيب. وبعدين هو الخطأ خطأ في المالية، انت فاهمة يعني لازم ناس متخصصة هي اللي تثبت الخطأ ده ايه. طب انتوا ما سألتوش ليه استاذ فتوح هو مسؤول البيت الفني للمسرح؟ احنا عملنا كتير قوي يعني، احنا بقالنا شهور بنتكلم في الموضوع دوت، وفي ناس زمايلنا فاهمة قوي الخطأ ايه بالظبط، وقعدوا مع ناس من الهيئه وقعدوا مع ناس مع وزاره الماليه، وزاره الماليه قالت صح انتوا عندكم حق، وناس قالت عندكم حق، وتيجي في الهيئه بالذات هي اللي تقول لا في غلط وتحسب على مزاجها. معرفش ليه، هو دي مشكلتي معاهم يعني، انا مش عارفه ليه البيت الفن المسرح مصمم ان هم ما يدوش حقوق الفنانين بجد والله، وده اللي مضايقني لدرجه ان دي حد اداري في يعني ناس اداريين وما يعني انا حتى ما اعرفش اسمها ايه، وانا باخد منها مفردات المرتب بتقول لي على فكره هو مرتبك ده حرام. قلت لها طالما انت شايفه ان الفن دوت حرام فحرام، طب ما انت يعني انا مش عارفه ما عرفتش ارد عليها. قلت لها يعني حضرتك لو عاوزاني اجيلك من الساعه 7 الصبح، 7 الصبح يعني هما ما بيجوش 7 على فكره، يعني لو اجيلك من الساعه 7 وامشي بعديكي بساعتين واعمل اكتر من اللي انت بتعمليه، انا معايا باكر سيجاره يعني انا عارفه كويس قوي في المحاسبه وكده، واهتم وهبقى نشيطه جدا واخد المرتب اللي انت بتاخديه. ما ردتش عليا لان انا ما عنديش كلام اقوله لها، يعني انا ما باخدش حاجه حرام، انا بتعب انا بعمل مجهود وربنا اللي يعلم. بس شكرا. الوقفه الاحتجاجيه وايه متطلبات الفنانين والعاملين؟ الفنانين اصحاب حق، طالما اصحاب حق يبقى لازم يطالبوا بيه طبعا، ده شيء طبيعي. لما يشوف زميله في مكان تاني في وزاره تانيه بياخد ضعف مستحقاته وهو راجل فنان المفروض بيأدي كل الدور اللي عليه، ده في الحال ما ياخدش حقه ليه؟ يبقى هو من حقه كاداري وحق الفنان كل ده لازم ياخد حقه. وبعدين احنا ما بنطالبش بحاجه زياده، بنطالبش يعني بمصاريف فئويه، دي حقوق واخد بالك من زمان ما بناخدهاش، وحقوق من زمان المفروض تتاخد. ومصلحه مين؟ احنا بنسال لمصلحه مين؟ اذا كانت الفلوس دي هتبقى السحب فيها على المكشوف يبقى لمصلحه مين؟ وهل في استجابه من وزير الثقافه؟ مفيش ولا استجابه، لا الوزير ولا الوزير ولا اي حد بيسال، مفيش حد بيسال، شكاوى بتتقدم بتتحفظ. هو وزير مين؟ انا مش انا عايز اعرف هو وزير مين؟ المفروض وزير الثقافه والفنانين، وزير الثقافه المفروض يشوف مصالح الناس والناس اللي شغالين تحت ايديه، هو ده كله راعي مسؤول عن رعياته، المفروض ده الراجل الكبير المفروض احنا بنلجأ له، لما نيجي ما نلاقيهوش وما يقابلناش وما ولا حتى من مكتبه في تفويض ولا حد يكلمكم ولا حد هنا ولا ساب تفويض ولا ساب اي حاجه، واكيد هم كلهم سايبين خبر قافلين الباب علينا، قافلين من امبارح وتشكيل لجان وهميه. دي معقوله؟ معقوله؟ احنا عايزين من رئيس الوزراء، يبقى احنا عايزين رئيس الوزراء، طب رئيس الوزراء اذا كان هذا الكلام مش هيجي يحمينا ولا احنا مفيش حد هيحمينا في البلد بتاعتنا. وبعدين لما واحد موظف امن يقول كلام خارج ويتكلم كلام خارج ما ينفعش، شتمنا وقال كلام قليل الادب، كلام ما يصحش ان اقوله، وفي قانون اسمه قانون الوظيفه العامه. بقول لك انا كلاني فانا محمد حسين، انا محمد الحسيني يعني، واعملوا اللي انتوا عايزينه يعني، يعني ايه لما موظف الامن يهين موظف وفنان يبقى ازاي ده ينفع؟ وحضرتك معاك مستندات تثبت حقوق كل فنان؟ يا فندم منصور وزير الماليه نفسه هو بيديهم حق يبقى ازاي؟ اهو اوراق اهي، انا وسام شوقي انا مشير معانا كل اوراقنا. ازاي لما يخرج ما يديش الناس حقها ليه؟ نفسه ولصالح مين؟ فين المسؤول عننا؟ وزير الثقافه المسؤول عننا يجيب لنا حقوق؟ فين المسؤول؟ نفسي اشوف مسؤول في وزاره الثقافه ايه ده؟ يقف يكلم الناس ويواجه الناس، ما لناش حق يبقى مش عايزين يقفلوا الباب وكاننا جايين، امال لو حد بيفجر المكان؟ يا بيه انا كنت حاضر، ده مكاننا وبيتنا، ده اللي هيحصل هيتثابت في محضر اثبات حاله دلوقتي.